على السيرة أخي في محسب تمي بدي بجاء مو طاقت برغي مبارح الهم شري كان عند خالته مزبوط عم يحكي اي مبينة الهمشري قتل خالته وسرقها عم حكيك لا تغلط يا كرمو الهمشري قضاي وما بيعملها اخي الشغله ما بدها عشره حاميه حراميه شو قصدك بهذا الحكي سعدو شو قصدك بهذا الحكي ما بدي اخذه عطا بقص ايدي اذا مو ابن اختها قاتلها وسارقها لك مو مزبوط هالكلام والله بتفهم عليك تويا اجت حبيبي سمعونا وضع ما حصل قدامي وقف هون يا ابني تفضل خالي تفضل 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 يا لطيف وينك مالت هاي الحكومة؟ خير أمي؟ شبها خالتي شوفي؟ شو حكيم؟ شو شفت؟ الوفاة طبيعية وصايا المرض عليها يومين يعطيك العافية دكتور يعطيك العافية في شي مفقودات بالبيت يا معزمي؟ اي والله في صندوق موزايك كانت اختي تحط فيه اغراضها الخاصه بتشكوا بحدا ما بنقدر نحط حدا بذمتنا يا ابو رسمي المهم هلا ابو رسمي ندفنها للمرحومه وبعدين بنشوف مين عمل هالعمله وحب يعلم علي لك مين انت لحتى يعلمه عليك انا مقصود بهذا الحكي بدي اعلمه علي انا منيح اللي عرفت تجي لهون يا عزمي بيك الله أعلم إنك سألت عن طريق بيتنا لحتى عرفت تجي يا جماعة خلينا نقوم بواجب المرحومة ونعجل بالدفن المرحومة خالتي وأنا أولى بإكرامها يوم دفنها